ناخد رأي واحد من نجوم الكرة التونسية، النجم الكبير مهدي النفطي، نجم منتخب تونس ونجم قادش ومدرب ليفانتي الإسباني طبعا السابق، هو ضيفنا في السادسة من خلال الفيديو كونفرنس. بداية طبعا نشكره على مشاركته ونرحب بيه. أهلا وسهلا بيك على شاشة الأهلي وأهلا بيك في السادسة. اي ميرسي ابو، ميرسي ابو، عايشك، شكرا ميرسي جزيلا بوكو. لكم، شكرا جزيلا. مهدي، خليني قبل ما أتكلم على ماتش النهاردة معاك عايز أشوف تقييمك للمشاركة العربية وأبرز المكاسب اللي خرجت بيها الكرة العربية والكرة الأفريقية من مونديال 2022 من وجهة نظرك. Moi, je trouve qu'on a fait, أنا on a fait أعتقد أداء أننا قمنا بأداء رائع، قمنا بفخر للكرة العربية والكرة الإفريقية بشكل عام. نعم، هي كانت مفاجأة رائعة، السعودية عندما فازت على أول ماتش أمام الأرجنتين وحتى إذا خرجت من البطولة بعد ذلك، ولكنهم نحن أدوا أداء رائع، وحتى تونس الذي أحرز هدف في مرمى فرنسا فقط واستطاعت الصعود، والآن المغرب لا نستطيع أن نتحدث عنهم، والكاميرون والمغرب وغانا. أعتقد أن كل الفرق الإفريقية بدون استثناء أدوا أداء رائع، لم يكن أي فريق على مستوى سيء. نحن نتمنى الأفضل، بالتأكيد نتمنى أن المغرب، ما تتحدث عن الكرة الإفريقية والعربية، وأن نستمر في فعل الفخر للدول العربية والإفريقية. تجربة قبل ما نروح للمغرب برضو خليني اخد تقييمك للتجربة التونسية في المونديال. والحقيقة هي كانت يعني قاب قوسين او ادنى زي ما بيقولوا من التأهل، ونجحت بالفعل انها تتعادل مع الدنمارك، فرقة قوية جدا ومحترمة جدا، نجحت في انها تكسب المنتخب الفرنسي حامل اللقب، واحد من اقوى المنتخبات اللي بيشاركوا في البطولة، ولكنها سقطت امام استراليا، ودي الحقيقة المفاجأة. يعني ازاي شفت المشوار المنتخب التونسي في البطولة، وإيه الأخطاء اللي يعني اللي أدت إلى عدم تأهله لدور ال 16؟ أنا أرى أن المنتخب التونسي كان على مستوى جيد في البطولة، أعتقد أنه كان لديهم الرغبة في الحصول على مكانة جيدة في البطولة، ولكن لم نكن بالشكل الرائع الذي يجب أن نتواجد عليه من أجل منافسة مثل المنتخب المغربي. نعم، أدينا مباراة جيدة، ولكن الهزيمة أمام استراليا كانت مفاجأة وكان شيء صعب علينا، وأعتقد أن نحن انتهينا في نهاية قبل خروجنا، نحن أدينا أداء جيد، ولكن من المؤسف أننا لم نتأهل. خليني أسألك عن واحد الحقيقة يمكن احنا بنعشقه هنا في مصر وجماهير النادي الأهلي بتعشقه، نجم النادي الأهلي علي معلول. كان بالنسبة لنا برضه واحدة من علامات الاستفهام، علي معلول في السنوات الأخيرة نجح بامتياز مع النادي الأهلي في تحقيق ألقاب على مستوى عالمي ومستوى قاري، واحد من أهم مفاتيح اللعب وواحد من أهم صناع اللعب والهدافين في النادي الأهلي في السنوات الأخيرة، وكان عدم مشاركته، يمكن هو شارك في مباراة وحيدة أمام فرنسا، المباراة اللي نجح فيها المنتخب التونسي في الفوز بثلاث نقاط، كانت علامة استفهام كبيرة بالنسبة لنا عدم مشاركته من البداية مع المنتخب التونسي. شفت ده إزاي؟ أنت تعلم أن هذا هو قرار المدرب، وهو يجب أن نحترمه طبعا في اختيار اللاعبين، وفضل المدرب أن يختار عبدي على علي معلول. أعتقد أنه خياره في الأول وفي النهاية، ولكن إذا رأينا أن نتحدث عن علي معلول، نعم هو أدى أداء رائع أمام المنتخب الفرنسي، الجميع رأى ما أداؤه أمام المنتخب الفرنسي، ولاعب ذكي يتميز بإمكانيات كبيرة، وهو ما أداها أمام المنتخب الفرنسي. طب انتقالا للمنتخب المغربي اللي بيواصل مغامرته في البطولة، بداية قبل ماتش النهاردة، هل ترى أنه رجراجي قادر على نجاح التجربة مع فرنسا بنفس الطريقة والأسلوب اللي نجح فيهم في تخطي عقبة بلجيكا في دور المجموعات، ثم إسبانيا في دور الـ16، ثم البرتغال في دور الثمانية، أم أنه عليه في مواجهة حامل اللقب أنه يغير من طريقته ومن أسلوب تفكيره في مباراة النهاردة؟ لما لا؟ لما لا؟ أعتقد أن هذه مباراة الأمس
مباراة كبيرة، وليس فقط الرجراج الذي سيلعب أمام فرنسا، هو كل العرب والأفريقيين والمسلمين سيلعبون في هذه المباراة ضد فرنسا. أعتقد أن أنا الرجراجي مدرب كبير، أنا أعرفه جيدا، وتقابلنا في تولوز في فرنسا. أعتقد أن في هذه المباراة يجب أننا كلنا كعرب وأفارقة أن نغير منظورنا عنا، وأن نؤمن بأننا لدينا فرق تستطيع أن تفوز وتستطيع أن تحقق المراكز الكبيرة. وبشكل فعلي المنتخب المغربي لديه الإمكانيات بعد هذه المباريات الكبيرة التي أداها أن يظهر أداء رائع أمام وأمام مثلا مثل ما في ماتش مباراة إسبانيا. الجميع أفضل أن ستكون فوز إسبانيا على المغرب، وفازت المغرب. ونحن نرى في أوروبا مثلا، نرى أن الفريق المغربي قوي بالفعل، نحن نرى أنه فريق كبير يستطيع تحقيق البطولات. أعتقد على المستوى البدني المنتخب المغربي قد يكون مجهد، لأنه أدى مباريات طويلة في كل الأيام الماضية. أعتقد أن هذا قد يؤثر عليهم. المنتخب الفرنسي ليس بحاجة لأن يمتلك الكرة خلال المباراة لكي يفوز، ولكن من وجهة نظري أرى أنها ستكون مباراة رائعة ممتعة، ولكن المنتخب المغربي سيكون عقبة صعبة على المنتخب طيب الفرنسي. خليني أسألك، وبصرف النظر عن النتيجة، لأنه بعتقد أن المشوار يكفي حتى اللحظة لتغيير الانطباع أو الصورة النمطية عن اللاعب العربي والكرة العربية والمدرب العربي، لأنه أعتقد كمان فكرة أنه مدرب وطني مغربي يصل مع منتخب المغرب للدور قبل النهائي في بطولة بحجم كأس العالم بكل ما فيها بقى من منتخبات ومن نجوم، أعتقد ده إنجاز كبير في أوروبا. وأنا عارف أنك أنت يمكن عشت حياتك كلها في أوروبا واشتغلت لعبت واشتغلت في أوروبا، وبالتأكيد فاهم العقلية. هل تتوقع بعد انتهاء البطولة أنه الصورة أو الانطباع الموجود عن اللاعب العربي والمدرب العربي تتغير؟ هل متوقع أن السوق الأوروبي يشهد رواج أكثر للاعبين العرب المغاربة بشكل خاص والعرب بشكل عام؟ أعتقد أن هذا لن يكون على المستوى القريب، ولكن أعتقد على المدى البعيد سيحدث هذا. أعتقد إذا استمرينا بهذا الشكل سنغير وجهة النظر المتخذة عن اللاعب العربي أو الإفريقي. المنتخب المغربي بدأ في فعل هذا، ونحن نرى هذا واضح للجميع حتى في أوروبا. الجميع يرى أن المنتخب المغربي يفعل ما لا يفعله فريق من قبل. المنتخب المغربي أعتقد أنهم مختلفين عن التوانسة، عن المصريين. هم مختلفين في هذه البطولة، ولكن هم ليسوا مختلفين في العموم. إذا أعتقد أن المنتخب المصري قوي، المنتخب التونسي قوي، الجميع يستطيع أن يحقق ما نسميه بالمفاجأة، وأن يغير آراء الناس في أوروبا. ولكن أعتقد أن بعد أن المنتخب المغربي فتح لنا الباب لأن نصل للمستوى الأعلى. توقعاتك لبطل نسخة 2022 من كأس العالم، من يكون؟ أنا هل أفكر بعقلي أم بقلبي؟ عايز أسمع قلبك بيقول إيه، وعقلك برضه هيختار مين؟ من قلبي أتمنى المغرب طبعاً، وفي عقلي أتوقع في منتخب فرنسي. مهدي النفطي نجم الكرة التونسية، بشكرك شكراً جزيلاً على وجودك ومشاركتك معنا في السادسة. كل التوفيق لأشقائنا في المغرب، قلوبنا كلهم النهاردة وعقولنا بإذن الله إن شاء الله تكون معاهم، يقدموا عرض قوي يقولوا بيه إحنا جايين نغير مفاهيم كتيرة جدا عشنا عليها لسنين طويلة، قادرين نكسرها ونبني مرحلة جديدة. وأتمنى الحقيقة إنه كأس العالم ده يغير عند كل الدول العربية. المغرب قدرت تعمل ده، فبالتالي أي حد يقدر يعمل ده، وبإذن الله إن شاء الله بإذن الله نتمناها كذلك المغرب في المباراة النهائية.